يا ترى كنت تعرف ان المصريين القدماء كان عندهم طريقة مختلفة في الماث عن باقي العالم؟ المصريين القدماء كانوا منعزلين عن العالم بسبب موقع مصر الجغرافي، بس كان في تجارة ومباني بتتبني وحسابات لازم تتعمل، فكان لازم يتصرف. هنعلمكم دلوقتي ازاي تجمعوا على طريقة المصريين القدماء. دلوقتي لو عندنا 5 times 7 هنحط تحتها 5 ونعمل خط ونحط تحتيه 1 و 7. بقى عندنا الشكل ده. دلوقتي هنضرب كل رقم في 2. 1 times 2 equals 2. 2 times 2 equals 4. دلوقتي ما ينفعش نزود اكتر، عشان لو زودنا هنكون عندنا رقم 5. دلوقتي نيجي عند 7 ونضرب في 2. 7 times 2 equals 14. 14 times 2 equals 28. لو جمعنا اول رقم واخر رقم 28 plus 7 هيبقى equals 35، و 5 times 7 equals 35. وبس كده. دي الطريقة اللي المصريين القدماء كانوا بيستخدموها عشان يحسب. ما تنساش تعمل لنا سبسكرايب على يوتيوب وفولو على فيسبوك وانستجرام عشان يوصلك كل جديد مننا.